الانترنت زمان لما كنت صغير كان حكايه، كنا بنجيب الكابل اللي بيوصل في التليفون الارضي ونوصله في الكمبيوتر، ويا ده يا ده، وسرعه التحميل مثلا بتبقى 3 كيلو بايت في الساعه، ويبقى اعجاز علمي بصراحه. لما الدنيا اتطورت شويه طلع لنا اختراع جميل اسمه السايبر. السايبر ده ياما اواني، وغير انه اواني ياما اوانا كلنا، ووصلنا نت. كان الشارع كله، شارع ايه، المنطقه كلها بتوصل نت من سايبر سرعته 512 كيلو بايت في الثانيه. كنا بنبقى في قمه السعاده كلها، والمنطقه كلها بقى ايه تلعب كونتر سترايك ولا ميدل والحاجات دي. كنا بناخد وصله من جارنا اللي واخد وصله من جارنا من جاره اللي واخد وصله من الراجل صاحب السايبر ده. واحد بائس بقى ابقس من البؤس اللي انا كنت فيه. وسلام بقى لما يطلع لك واحد عنده برنامج نت كات ويقطع لك النت على المنطقه كلها عشان النت يبقى عنده سريع. هو النت عنده بيفضل بائس برضه بطيء، بس مقارنه بالبؤس الثاني بيبقى احسن شويه. يعني لما هي الدنيا اتطورت شويه ورحت الجامعه كنا شباب روش، كنا سته في شقه وجبنا راوتر لوحدينا. يعني كنت تفتح جوجل كان يفتح بعدها بنص ساعه، مش ليله كامله، بس الدنيا كانت احسن شويه. بعدين ربنا فتحها في وشي وسافرت ادرس في تركيا، وطبعا بقى كانت اول تجربه ليا مع النت السريع. النت كان اسرع بكتير، وكنت بتحمل افلام مساحتها كبيره في وقت قليل، الواحد كان نعمه ورضا. بعدين بقى لما جيت هولندا اكتشفت حاجه، هو النت هنا مش سريع ومش من اسرع الانترنت في العالم، في اماكن اسرع بكتير، بس في مكان هنا في هولندا مفيش مكان في الدنيا اسرع منه، وهو الجامعه. سرعه النت بتوصل لجيجا، جيجا 1000 ميجا يا مؤمن في الثانيه، وده اسرع انترنت شفته في حياتي. وعلشان تفهموا قد ايه هو سريع، تعالى اقول لكم اسرع 5 دول الانترنت سريع فيها والمتوسط بتاعهم عامل ازاي. في المرتبه الخامسه عندنا اليابان بمتوسط سرعه 231 ميجا في الثانيه. في المرتبه الرابعه عندنا استراليا بمتوسط سرعه 240 ميجا بايت. عندنا في المرتبه الثالثه الامارات العربيه المتحده بمتوسط سرعه 269 ميجا بايت. عندنا في المرتبه الثانيه تايوان بسرعه 309 ميجا بايت في الثانيه. وعندنا في المرتبه الاولى كوريا بمتوسط سرعة 361 ميجا بايت في الثانية. ده متوسط سرعة في أعلى دولة في العالم فيها إنترنت، كوريا 361. وفي الجامعة اللي أنا كنت بدرس فيها اللغة الهولندي هنا في هولندا السرعة كانت جيجا بايت. جيجا، تعمل فيديو عن الموضوع ده في الجامعة، تقدروا تشوفوا الفيديو من في هنا، حتة هتطلع على الشاشة بتاعتكم عليها هتروح على الفيديو. يعني الواحد يجمع الأفلام ويروح على الجامعة عشان ينزل اه بالظبط والله. يعني انت تجمع الافلام اللي انت عايز تنزلها كلها وتروح على الجامعه داونلود، فاهم، تنزل 1000 جيجا كده اهو، مش هتاخد فسوه منك. ولو انت بتتساءل سرعه النت عندي هنا في البيت قد ايه، والله هي مش سريعه قوي يا اخوانا، هي بتتراوح ما بين 43 ل 60 ميجا بايت على حسب سرعه النت. بس الجميل بقى ان هي انليمتد، انزل 1000 جيجا ولا حاجه براحتي، وكمان سرعه الابلود عاليه جدا، وبقدر برضو ارفع الفيديو اللي انا برفعه لكم ده في حوالي 3 4 دقائق بالكتير. بدفع كام في الشهر؟ بدفع حوالي 20 يورو. بدفع 20 يورو، 20 كام بالمصري؟ 20 في 20 400، اقل من 400 حاجه بسيطه، لان اليورو ب 18 جنيه. بس مش سريع قوي، في سرعات نت هنا اسرع في هولندا اكيد، بس انا راجل على باب الله ومش عايز ادفع كتير في الموضوع ده. انت قول لي سرعه النت عندك كام وبتدفع كام. ودي كانت حكايه النهارده من عمو طارق، نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده. مع السلامه.